وزير الداخلية يتحفظ على بعض التلقيحات في المجلة الجزائية ويقول إن الوضع في مركز الإيقاف ببوشوشة يستحق المزيد من العناية. أصحاب المخابز في صفاقس يهددون بغلق محلاتهم، وصعوبات عديدة تواجه انطلاق موسم تصدير القوارص بالوطن القديم. نشرة الأخبار من قناة الحوار التونسي، مرحبا. أبدى وزير الداخلية لطفي بن جدو تحفظاً على التنقيحات التي ستدخل على المجلة الجزائية، وخاصة الجانب المتعلق بحقوق المحتفظ بهم. بن جدو قدم ملاحظات للجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي لتلافي التعذيب في مراكز الإيقاف. هذا ونفى وزير الداخلية أن يكون الوضع مزراً في مراكز الإيقاف ببوشوشة، ولكنه يستحق المزيد من العناية. مزري سي ترو دي، مي ثم وضع يستحق المزيد من الاعتناء. احنا ما زلنا في فتره انتقاليه، ما زال عندنا الكثير للعمل في سبيل معناها تعزيز الحريات، وفي سبيل معناها تعزيز حريات المحتفظ به والمسلوب معناها حريته. ما زال عندنا برشا خدمه ونخدموا على مستوى الوطني وعلى مستوى الثنائي مع بعض الدول وعلى المستوى المنظمات الدوليه لتحسين اوضاع المحتفظ به. عند التوافق على الدستور ثم كان لاحظت الانتشار المهول للامن في العاصمه، لان يعني نعرفوا انه القذقاف يحوس في العاصمه، نعرفوا انه ثم معناها ناس كي علاء الدين جاح يحوس في العاصمه، دونك كانت معناها كل الوحدات الامنيه من استعلامات من اداره فنيه للمواصلات للتصدي، الناس الكل كانوا متحفزين. أكد أعضاء لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي أن العديد من النقائص تشوب القانون الانتخابي المعروض لديهم. هذا وأشار عدد منهم إلى أن فترة 15 يوم لن تكون كافية لإتمام المناقشات. انتقادات مختلفة وجهها عدد من النواب إلى مشروع القانون الانتخابي في أولى جلسات مناقشته صلب لجنة التشريع العام، فكان التسجيل الآلي والمال السياسي من أبرز نقاط الضعف في هذا القانون إضافة إلى ثغرات أخرى. طبعا فما مسائل متعلقة بالتزكية موجودة في الدستور، أن التزكية معناها لرئاسة الجمهورية، لكن بالنسبة للمجلس النيابي مش موجودة. مسألة التزكية هذه تفتح باب الرشوة، تفتح باب المال السياسي. فما مسائل اللي ضروري ناخذوا بعين الاعتبار واللي موجوده في الدستور، مساله تمثيليه معناها التونسيين بالخارج. فما مساله كيف ماهيش موجوده تتعلق بتمثيليه الشباب، صحيح في الدستور ماهيش مضمونه الا فيما يتعلق بالفصل 133 المتعلق بالجامعات المحليه اللي يضمن نسبه معينه من تمثيليه الشباب. يعني هذا القانون فيه العديد من السلبيات، ولا يخدم إلا مصلحة الأحزاب الكبرى بين ظفرين، ويدفع بأحزاب صغيرة إلى دخول في تحالفات قسريا، وهذا ما يتنافى مع مبدأ الديمقراطية، وأيضا نرى أن يتنافى مع مبدأ التعددية الحزبية. لم يرتقي بعد إلى ما نص عليه الدستور 27 جانفي 2014 في بعض الفصول في تكافؤ الفرص، وفي بعض الفصول فصل 34 35 55 54 مرورا على الشفافية مثلا الضمان. مقترحات تعديل عديدة أكد عليها هؤلاء النواب ليكون القانون الانتخابي يستجيب إلى النص الدستوري ويحترم القوانين الدستورية ذات الصلة حسب تعبيرهم. بعض المقتضيات تحتاج إلى توضيح، إلى إضافة، إلى تدقيق، حتى يكون من القانون الانتخابي من ناحية واضحا لكل من يقرأه سواء كان من المختصين أو من غيرهم، ومن ناحية أخرى حتى يكون مستجيبا لكل شروط النص الدستوري. أولا مثلا في الانتخابات التشريعية لابد من إلغاء هذه التزكية، لأنها تحل باب المسرعي للمال السياسي، وتقتصر التزكية على الانتخابات الرئاسية اللي ويجب تكون سواء كان تزكية من طرف نواب داخل مجلس الوطني التأسيسي أو من طرف معناها ناخبين. والقانون الانتخابي اللي هو باش يعكس إرادة واختيارات الشعب لابد أن يحظى بثقة الأطراف كل، وأساسا لابد كذلك أن يحترم القوانين الدستورية ذات الصلة.
ملاحظات عامة ومقترحات تنقيح تقدم بها أعضاء لجنة التشريع العام لتعتمد كحلول عملية في جلسة النقاش القادمة لتجاوز نقائص القانون الانتخابي. الحلول العملية ستأتي لاحقا. أنا قدمت اليوم ورقة في هذه الملاحظات العامة، وعلى الأرجح سأعد ورقة تفصيلية فيها صياغة أصلا مقترحة لتدارك هذه النقائص، ولكن في القريب إن شاء الله، على اعتبار أن اليوم مخصص فقط للنقاش العام. والله هو المدة الأولية حددها المكتب المجلس الوطني التأسيسي بإطار ب15 يوم، وأنا أراها غير 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 واقعية، لخاطر مشاكل قانون الانتخاب هو بنفس الشيء كما الدستور، وراه إذا كان فماش توافقات ربما سيصل أكثر حتى من شهر، وبالتالي لا 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 نتسرع. يواصل أعضاء لجنة التشريع العام مناقشة فصول القانون الانتخابي خلال الأسبوعين القادمين، مدة زمنية حددها مكتب المجلس ويعتبرها النواب قد تطول نظرا لتعدد سلبيات هذا القانون. احتج أعضاء المرصد التونسي للأمن الجمهوري والمواطنة مساء اليوم إثر قرار وزير الثقافة مراد الصقلي إلغاء الاحتفال الذي ستحييه الفنانة نانسي عجرم بتعلة أن الملف وصل بعد الأجال القانونية. أعضاء المرصد أكدوا أن لجنة العروض الفنية الأجنبية كانت قد وافقت على الملف. هذه القاعة اللي كان من المفروض كونها معنا يصير فيها الليلة حفلة الفنانة العربية نانسي عجرم اللي ينظمها المرصد التونسي للأمن الجمهوري والمواطنة، ومن بعد استيفاء الملف القانوني وتقديمه إلى إدارة موسيقى ورسم اللي من مشمولاتها تكوين لجنة فنية للنظر في مثل هذه الوضعيات، وإلى حدود يوم أمس اتصلت مباشرة حتى بالسيد المدير، وكان ثم بعض الوثائق اللي كملنا تممناهم، وكان أحل ملف إلى السيد وزير الثقافة بالموافقة. اليوم العادة جينا نبشروا في المهام متاعنا ومتابعة الإنجازات، علمنا كون السيد وزير الثقافة ما أحالش التصريح بالموافقة إلى إدارة القبة، حاولنا نتصل بوزارة الثقافة لمقابلة السيد وزير الثقافة إلا أنه ما نجمنا نتصل به، باتصالنا بالسيد مدير إدارة الرقص والموسيقى أفادنا بقانونية الملف متاعنا وكونها اللجنة الاستشارية أحالته بالموافقة للسيد وزير الثقافة، لكن السيد وزير الثقافة لم يوافق ورفض الملف هذايا. حاول اثنين من الأمنيين المعزولين حرق نفسيهما أمام وزارة الداخلية، وذلك أثناء تحرك احتجاجي نفذوه اليوم تنديدا بعدم نظر سلطة الإشراف في ملفاتهم وعدم التراجع عن قرار عزل أكثر من 300 عون لأسباب إدارية. منتصر الأسودي والنقل التالي. الأمنيون المعزولون أكدوا أنهم تلقوا عروضا مغرية للالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية مستغلة هشاشة الوضعية الاجتماعية والمادية التي يرزح تحتها أبناء وزارة الداخلية حسب تعبيرهم. تم برشا عمليات استقطاب سير على الانترنت وسير برشا واحد أخرى، خاطر احنا الناس فمتشاريت موقفة عند الناس عندهم عائلات وعندهم صغار، فهمت؟ ناس ما عندهمش فلوس، برشا الناس مثلا كما عز الدين عبد الله يعاون امن معزول، كما صارت عملية سليمان شكون يرأسها؟ عاون امن معزول من الرئاسة حتى قبل بن علي، توا قاعدة نفس العملية، توا هبطوا على الانترنت وشوفوا لي باج تاع السلفية الليبية قاعدة تبعث لنا من غاديكا على الانترنت شكون يحب يجي ينتمينا، فهمت؟ واحنا ما حبيناش، علاش ما حبيناش؟ مش خوف ولا جبن، نعرفوا الناس متكونة في كل شيء، في الاستعلامات، متكونة في السلاح، متكونة في كل شيء، نعرفوا المعلومة ونعرفوا كيف نجيبوا المعلومة، أما ولانا كل العالم التونسي حبينا نخدموا بالقانون، ما نخدموش بالتعليمات. نوريكم كان تلقى واحد عنده قضية ولا مجرم وما بعناش البلاد واستحبوا يستقب تبونا وحبوا يحاولوا معانا وحبوا يدخلونا، تعرف البوليس بمجرد معلومة يصور منها برشا فلوس، لا يهز سلاح ولا يشاركهم، يعطيهم معلومة بركة وصارت لنا ونأكد راي صارت. بعد مرور 3 أيام على اعتصامهم أمام مقر وزارة الداخلية، قرر الأمنيون الدخول غدا في إضراب جوع جماعي سبقته محاولة انتحار عوني أمن حرقا نتيجة شعورهم باليأس والإحباط. عندنا 3 أيام عندنا معتصمين وبش يتم التصعيد في الاعتصام، وإن شاء الله غدا بش يدخلوا جميع الزملاء المعزولين في إضراب جوع جماعي، وفما حاليا توا عندنا زوز زملاء ولا أكثر قاعدين نحاولوا منعهم باش ما يحرقوش رواحهم، يحبوا يعملوا يحاولوا يحرقوا أنفسهم جراء معناه الإحباط والحالة النفسية نتاعهم،
وعائلتهم جاعت وصغارهم وكذا. ونتمنى من وزارة الداخلية تعمل لفتة لعباد هذية أولى من برشا حاجات اللي قاعدة تصير تو. المعتصمون أوضحوا أنهم راحوا ضحية حملة تطهير أشرف عليها علي العريض عندما كان على رأس وزارة الداخلية، حملة شملت أعوانا بسطاء واستثنت القيادات على حد تعبيرهم. أنا لسرقنا لاختفنا عملنا حد شيء، مجرد هذوما كل ناس نظاف هفوات إدارية. الحملة هذه عملها سي علي العريض، خليني نحط كل حاجة في بلاستها، عمل بينا حملة تطهير اللي صارت في البلاتوات وتطهير وزارة الداخلية. وش عملوا منها وزارة الداخلية؟ الأمنيون التقيناهم في شارع الحبيب بورقيبة بعد أن أحكمت وزارة الداخلية قبضتها على الصحفيين، بيّنوا أن وعد لطفي بن جدو لم يرى النور بعد، آملين إنصافهم. توسمنا فيه كل خير، سي لطفي بن جدو أعطانا عهد وعدنا أنه باش ينظر في وضعياتنا من 19 مارس 2012، والحد الان اللي ما ينظر في مواضيعات ما نعرفش اللي هو اخلف بوعده، اما لم يقع على اطلاع الملفات. نطلب منه كل رجاء انه ينظر لنا بعين رحمه، احنا رانا مواطنين تونسيين. 306 اعوان امن يطلقون صيحه فزع من امام وزاره الداخليه بعد ان ذاقوا ذرعا بقرارات قالوا انها تعسفيه وضعت مستقبلهم المهني على المحك ورمت بهم في بوتقة الفقر والبطالة. إثر الجلسة الطارئة التي عقدها الفرع الجهوي للمحامين بتونس، حمل اليوم عدد من المحامين بالمحكمة الابتدائية بتونس الشارة الحمراء للتعبير عن رفضهم لقرار إحالة مجموعة من المحامين المترافعين عن الطالب فهمي القروي على القضاء إثر ملاسنة بينهم وبين هيئة المحكمة، معتبرين أن ما حصل خرقا للقانون. المحامون طالبوا الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الاستيلاء بمهامها واتخاذ التدابير اللازمة ضد بعض القضاة الذين يخرقون واجب التحفظ. طلب فرع تونس للمحاماة خلال ندوة عقدت اليوم في دار المحامي بالحد من ظهور المحامين في المنابر الإعلامية والتي اعتبروها تتعارض مع ما ينص عليه قانون المحاماة. فرع تونس للمحاماة دعا إلى إيجاد حلول ردعية تمنع المحامين من الدعاية لشخوصهم والإخلال بسير الأبحاث في عديد القضايا خلال ظهورهم تلفزيا. أنه هل يجوز للمحامي أنه في وسائل الإعلام يجي يحكي على قضية وهي ما زالت منشورة لدى التحقيق؟ وهذا يطرح إشكال، لأنه يعني الحقيقة حتى بالقانون القضايا اللي ما زالت منشورة أمام مكاتب التحقيق أو ما زالت منشورة أمام المحاكم تستغل وسائل الإعلام للتأثير على الرأي العام أو لتقوية جانب الدفاع في خصوص نقطة معينة. أعتقد أن هذا يخرج على نطاق عمل المحامي. أجلت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة النظر في قضية الفتاة المغتصبة من قبل أعوان الأمن في شهر سبتمبر الفارط. المحامون القائمون بالحق الشخصي نددوا بغياب الطبيبة النفسية التي اعتبروا تفسيرها للتقرير سندا مهما، كما طالبوا بتعويضات مادية ومعنوية للفتاة المغتصبة. كنا نتمنى أنه الاختبار أنه يقع استدعاء الخبيرة الطبيبة اللي عملت الاختبار هذي، على خاطر الاختبار فيها عديد المصطلحات الطبية والتقنية الغير مفهومة بالنسبة لغير المختصين، لكن المحكمة للأسف ما استجابتش للطلب متاعنا. فما زاد متهم من بين المتهمين هذي بلغنا أنه عنده ملف تأديبي في وزارة الداخلية في نفس الموضوع، طلبنا استجلاب الملف متاعه، وهذا هما معنى جملة الطلبات مع طلبنا في أنه يقع حفظ حق المنوبة في أنها تقوم بقضية في التعويض في وقت لاحق إن أرادت. شهرين ونيف مر على إيقاف التلميذ سامي فرحات بتهمة حرق مقر حركة النهضة بقفصة خلال الأحداث التي شهدتها الجهة في 27 نوفمبر الماضي. اليوم نفذت لجنة مساندة سامي فرحات وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالجهة للمطالبة بالإسراع في تحديد جلسة لمحاكمة الشاب رياض الحيدوري. أوش واحد يتحاكم لأنه شباب. تجمع اليوم وردد هتافات مختلفة في وقفة احتجاجية سلمية كان الغرض منها إيصال رسائلهم التضامنية مع زميلهم سامي فرحات. وقفة ومنذ انطلاقتها طرحت عدة نقاط استفهام لم يجد لها المشاركون إجابات واضحة. علاش التو ما حكمتوش؟ علاش التو
ما عملتوا ليش حتى شيء، معناها يسيبوه يسيبوه، هذا ضم الحلول. وقفصه كل نهار 27 نوفمبر خرجت وقفصه كل حرقه مقر النهضه. سامي فرحات والذي اعتقل منذ ما يزيد عن الشهرين على ذمه الايقاف للتحقيق معه في تهم تتعلق بحرق مقر حركه النهضه رفقه ثلاث شبان اخرين اثناء مشاركتهم في مسيره غضب قفصه في نوفمبر الماضي، تطالب عائلته اليوم بالافراج عنه. زوروا فيه وحالته معناها بسيشيكمون تاعب على الاخر، قرايته سنين نورمالمون، راهو باك راهو كمل، مش بلاستو غادي، مش بلاستو. افراج على سامي فرحات، طفل تلميذ صغير ينجموا يأطروه، كان جات الدنيا دنيا وكان جات ثوره بالحق وكان جاوا ناس في المستوى يأطروه ولا يأطروا الناس اللي كيفوا وما يحطوهمش في الحبوسات صغار مش يعقدوهم. لسان الدفاع في القضية أكد أن التهم المنسوبة لسامي فرحات تهم خطيرة، على الرغم من وجود بعض إسقاطات دعوى من أجوار مقر حركة النهضة، وأن القضية بعهدة لجنة الدفاع لمتابعة تطوراتها لحظة بلحظة. وتقدمنا كهيئة الدفاع بمطلب صلاح للشبان، لكن هو أرفض مطلب صلاح، فتم استئناف هذا المطلب لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بقفصة، وهي اليوم بصدد النظر في هالمطلب الصراحة هذا. هو شاب صغير في السن ما عندوش وراه حتى حزب ولا جهة، هو قال أنا شاركت في هالحركة هذية العفوي وعبرت على رأي ضد هالقرارات الارتجالية اللي تكرس معناها تهميش جهة قفصة. بعيد على دارهم وبعيد على أصحابه وبعيد خاصة على مقاعد دراسة. وعلى الميدان يواصل هؤلاء الناشطون تحركاتهم بعد تشكيل لجنة المساندة هذه، وهم الآن بصدد تكوين لجنة دفاع تضم محامين وممثلين عن المنظمات الحقوقية حتى يعود سامي فرحات إلى مكانه الطبيعي بينهم. إلى آخر نتائج استطلاعات الرأي، فقد تصدر حزب نداء تونس استطلاع الرأي الأخير للفترة المتراوحة بين 25 من جانفي والسادس من فيفري حسب معهد إمراد كونسولتينغ، تليه حركة النهضة التي سجلت نسقا تصاعديا مقارنة بالفترة السابقة، فيما وصل الباجي قايد السبسي تصدر استطلاع الرأي في نوايا التصويت وجاء علي العريض في المرتبة الثانية، كما سجل معهد إمراد تفاؤلا لدى التونسيين بلغت نسبته 81%. 46.5 من التوانسة راضين على اختيارات السيد مهدي جمعة، كذلك شفنا زاد تقدم ملحوظ في نسبة رضا التوانسة على أداء السيد مصطفى بن جعفر اللي هو كان في شهر ديسمبر كانت عنده أقل نسبة من التوانسة اللي راضين على المردود متاعه، يعني 16%، ولات توا 29% من ناحية نوايا التصويت، مع أداء نداء تونس اللي تقلص شوية اللي كان يعني 23% في شهر ديسمبر ولا 20.6% في شهر فيفري. حركة النهضة اللي كانت 16 هي تحسنت ولات 18.4. دائما نلقاو في المرتبة الأولى سيد الباجي قايد السبسي بنسبة 14.5%، وهذا تحسن تقريبا نقطة مقارنة مع شهر ديسمبر. ثم السيد علي العريض نلقاو في المرتبة الثانية، ولهنا أول مرة تقريبا هو يجي المرتبة الثانية. في ولاية سوسة نفذت الرابطة التونسية للدفاع عن أصحاب الشهائد وقفة احتجاجية بمقر مكتب التكوين المهني، مطالبة بالتشغيل وبإلغاء قرار إعادة مناظرة الكباس. ليلى بلتيفة. أكبر مظلمة يتعرض لها اليوم التونسي. لا يزال ملف التشغيل يحتل الصدارة في أغلب عناوين الوقفات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد اليوم، حيث نفذت صباح اليوم 13 فيفري 2014 الرابطة التونسية للدفاع عن أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية داخل مكتب التشغيل والعمل المستقل بسوسة، وذلك للمطالبة بالتشغيل وتسوية وضعيات الآليات الهشة مع مراجعة التعيينات. اللائحة المطلبية هي بالأساس أهم يعني ملف التشغيل، حق التشغيل عموما ابناء الشعب، تسوية وضعية الآليات الهشة كل يعني ملف التسوية. نعتقد أن التسوية تشمل جميع الآليات، نقولوا آلية 20 و21 والخدمة المدنية الطوعية اللي كانت قبل
تتمتع بها مؤسسات بن علي، جمعيات بن علي في صوب مؤسسات، اليوم القاء على الجمعيات فهمني ولا، يعني القاء يعني مقصود، القاء مقصود اليوم وقاع استثناء جمعيات المعطلين والمخرطين يعني في صوب الاليات هذيا، يعني 200 دينار باش يخوهم بطال ومش اللي يجي يخوهم بطال باش يعيش بهم وكذا. عندي توا برشا عمري توا في 45 سنه وما تسويتش وضعيتي، وخدمت في الاليه 16 وتهضم حقي فيها من عام 2008 و2009 وعملت على امل وتوا عامل على تشجيع على العمل وما حبوش زاد حتى يصحوا لي في الكونترات، وانا قاعده معناتها مع الجمعيه باش نحب نسوي من وضعيتي وحالتي الاجتماعيه. انا من ابناء العائلات المعوزه، امي مريضه. تقدمنا يعني بلائحه طلب مطلبيه الى السيد الوزير عبر مندوب التشغيل بسوسه ولم تقع مراجعتنا، وطلبنا بتشريكنا في القرارات وفي الحوارات المتعلقه بنا احنا اصحاب الحق. ولمزيد توضيح موقف السلطة المعنية بخصوص هذا الملف تحدثنا إلى المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل الذي كان بدوره مواكبا لهذه الوقفة الاحتجاجية وأصغى إلى المحتجين. هذا هاجس كل إنسان، هاجس معناها كل شاب أو شابة باش يدخل في الوظيفة العمومية ويأخذ شهرية كما قار كما بقية الأخيان، ولكن يصعب من العدد كبير نعرفه حاملين شهادات التعليم العالي تو عدد ما يفوق ال 260 ألف حامل شهادة عليا، الإدارة معناها محلولة، مكان التشغيل نشتغلوا قاعدين وسعوا في بالنا فوق الإمكان في مع الوضعيات هذه، صحيح حاسين بهم وضعية صحيحة، وضعية البطالة راهي وضعية صعيبة ونعرفوهم اليوم معناها في وضعية معناها نفسية معناها صعيبة، لكن ما بيد الحيلة احنا قاعدين نوصلوا معناها الوقفات كل معلومة أي معلومة توصل للسلطة الجهوية والسلطة الوطنية. إلى ولاية صفاقس، فقد عادت مشكلة المخابز لتطفو على السطح من جديد، حيث هدد أرباب المخابز بالجهة الخوض في سلسلة من التحركات تصل حد إغلاق محلاتهم خلال اجتماع عام جمع غرفة المخابز بصفاقس بخبزي الجهة بمقر اتحاد الأعراف بالولاية. قرار التصعيد أتى على خلفية عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالبهم العالقة، وخاصة ارتفاع الكلفة وانتشار المخابز العشوائية. لا يزال أرباب المخابز بصفاقس يعيشون على وقع المشاكل التي يتخبط فيها قطاعهم منذ سنوات. إشكاليات عديدة مثلت موضوع احتجاجي وغضب المهنيين خلال اجتماع عام عقدته الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز اليوم الخميس 13 فيفري بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس. القطاع الغيار نتاع الماتريال كل غلاء، واحنا الخبز قاعدة تو 3 سنين 230 مليم و 190 مليم الباكيت. هذا اشكال كبير ياسر، احنا نحبوا اعاده الكلفه. احنا قطاع مدعم اون برينسيب، تغلي لي الماء والضوء تنقصي في الفرينه، تغلي الاجور تنقصي، ما نقعدش انا نطالب وندفع ولا حياه اللي من دون هذه. المشكل الكبير هو تعديل الفرينه، ثم ناس عندهم التوب نتاع الفرينه تخدم في 15 و16 شكاره ويفضلوا، وثم ناس تخدم في 6 و5 و4 والعشيه 3 نتاع العشيه يسكروا الكوش نتاعهم. والله الاجتماع هذا احنا عملناه خاطر حسينا بان المخابز كل قاعده اليوم مش تضر، وبالنسبة للاجتماع احنا مش نقرروا فيه اليوم بحوله قرارات ان شاء الله تسمعوها قريب العاجل مش نساعدوا فيها تصعيد، واحنا ندى للسيد وزيرة التجارة الجديدة هذه انها تستدعينا ونناقشوا المشاكل اللي متعلقة بالخبز وخاصة المشاكل اللي تو خاصة في المخوضات الاجتماعية. طريقة توزيع مادة الدقيق المدعم تطرح عديد الصعوبات على اهل القطاع وخاصة في المناطق التي تستهلك كميات كبيرة من الخبز. من جيل الفرينة ما ثماش، ما يعطوني في 3 شكاير وعندي هما تمشي ما يخدمونيش بكل تمشي، مش نسكر الكوشة مش فلست وما بقاش عندي معناها باش ماشي نقاوم باش مثلا سي معناها الواحد ولا يمشي على 4 خدامة عندي. وقسم بالله من 11 تاع النهار نكمل خدمة، عندي مشكلة كبيرة في في في, في الفرينة، عندي نقص على الأقل في 70 شكارة في الشهر فهمتني، ويرحم والديك معناها وصلوا لنا صوت نشوفوا النحل. فما شكون ياخذ 4 شكاير ونص في بجات يعني في الريف، وفي يلزم بصراحه يلزم مع بعضهم يعني تكون جلسه في طاقه في الولايه وينصفوهم الكل. فوضى القطاع والمخابز العشوائيه مثلت ايضا الشغل الشاغل لاصحاب المخابز. عندنا مخابز عشوائيه وماذا بنا الدوله تلقى فيها محل، هذوما تلقى فيها محل واحد اللي يستاهل باش يصير له معناه ياخذ رخصه، واحد معناه يعطيه ما يستاهلش باش ياخذ رخصه، معناه الدوله تعمل تقوم بالواجب معه.
بعد اجتماعهم قرر أرباب المخابز الرجوع إلى المنظومة القديمة من خلال عدم تطبيق المناشير والقوانين المنظمة لقطاع المخابز، تاركين الكرة في ملعب وزارة الإشراف لحين النظر في مطالبهم. أجبرت المشاكل المتراكمة بالسوق البلدي بسيدي بوزيد عديد التجار على غلق محلاتهم، مشاكل تتمثل خاصة في الانتصاب الفوضوي وغلق معظم المداخل المؤدية للسوق. نور الدين السعيدي نقل مشاكل التجار في الروبورتاج التالي. باب المحل التجاري أغلق معلنا على توقف نشاطه لوقت قد يطول. في السوق البلدي بسيدي بوزيد هذا محل من بين عديد المحلات التجارية الأخرى التي قرر أصحابها غلقها نهائيا بعد سنوات من العمل. أنا ما عادش قادر نتخلص، أنا قاعد ثلاثة من الناس وهذه من عام 62 مرشي هذا معروف مكان من الجمهورية، اسمع لي الناس كلهم مسكر هيك تفرج عليهم كل بحانوت أصلا. منفذ ضيق للدخول إلى السوق البلدي وجوانبه الأربعة محاطة إما بالباعة المنتصبين فوضويا أو بساحة العملة التي لا موجب لتهيئتها بحسب الجميع. هذه أسباب قد تفسر تراجع الحركة التجارية وتراكم ديون تجار السوق البلدي. هذا إعلام محل كراع بلدي زوز ملين و517 ألف اللي هي ما دخل نهاش أصل على خاطر مسكر عين قدام الوحدة العاملين هذه ومش يجيبوا هير منين باش تخلص وشراوا المسكر عينة يهبطون بالهليكوبتر مش حاب يشري والله يكلي ونيتي 99% إلى عاد جايني واحد لهنا. خارج أسوار السوق البلدي تبدو الحركة التجارية أكثر حيوية، لا معاليم كراء أو كهرباء أو ماء قد يجبر الباعة على دفعها بما أن مكان الانتصاب هو الشارع. المارشي كنت ريشير وما عادش نقدروا على الجلبانة وعلى بطاطا وعلى حد شيء، لهنا باهي مرفقة للزوالي واللي عنده كيف كيف. لا كيف كيف قلت سوا في المارشي ما نستقربوا شوية قدام نخدموا. عارفين مش القانون كي يشوفونا ما يعطونا حل ويعطونا بلايصة ونخلصوا الكراء ونوعد كل شيء وننصب. ونحن ما عندناش نحن أصل بلاد معنا بلاد صغيرة وما عندناش معامل عنا حد شيء. نحن نمشي هيك معناها نزرع بشكير جلبان مش صار فيها مكل 10,000. مشاكل السوق البلدي بسيدي بوزيد تزايدت اكثر بعد الثوره مع تراكم ديون التجار، مشاكل اخذتنا في رحله بين البلديه ومقر الولايه بحثا عن اجابه لم نجدها عند مسؤولين دائما متغيبين. لا نعلم ماذا ستكون الحلول، لكن الحل لبعض التجار قد يكون بتعليق راس البقر خارج السوق لبيعه. خلفي أنشطة تجارية متواصلة وداخل أسوار السوق البلدي أنشطة قد تتوقف، أسباب مختلفة في انتظار حلول أكيدة. نور الدين سعيدي، قناة الحوار التونسي، سيدي بوزيد. مع انطلاق موسم تصدير القوارص بدأت الصعوبات تظهر في الوطن القبلي وبجهة نابل تحديدا، فإلى جانب الأمراض العديدة وملوحة المياه يعاني الفلاحون من أسعار مخيبة للأمال، كما عبر عن ذلك رئيس المنظمة الفلاحية الذي أدى زيارة للجهة. زار صباح اليوم رئيس المنظمة الفلاحية عبد المجيد الزار ولاية نابل لتدارس ومعاينة موسم تصدير القوارص الذي تعترضه عدة صعوبات على غرار مرض الدودة الحافرة. على كل يعني احنا بالنسبة للزيارة هذه هي زيارة ميدانية معناها للاطلاع والقرب معناها من الفلاح ومن واقعه اللي يعيش فيه، وهاكم انتم صاحبتونا في هالزيارة هذه وشفتوا مش قاعد يقاسي الفلاح. احنا هنا معناها خلينا نتحدثوا مش على الفلاح بصفة عامة ولكن نتحدثوا على القوارص. انطلاق موسم القوارص بدأ بأسباب مخيبة للأمام بالنسبة للفلاحين. معناها اليوم المالتي التونسي ب 400 مليم يبيع فيه الفلاح وب 420 مليم يغطيش التكاليف نتاعو. كذلك مشكل كبير في شيخوخة غابة القوارص اللي أصبحت عرضة للأمراض والعديد العاهات، فهمتي، والمشاكل معناها عديدة ومتعدة. كذلك ارتفاع الميدة المائية وخاصة درجة الملوحة في الأبار السطحية، ونقص خاصة كمية المياه اللي جايتنا من مياه الشمال المناطق أحياء القوارص، كمية معناها صغيرة بالكل ما تفيش بالحاجة، خلات معناها الأحجام متاع القوارص أحجام متوسطة وصغرى. هذا الشيء ما يخدمناش على مستوى السوق الخارجية، زد على ذلك المشاكل معناها المترتبة على ميناء رادس في تعطيل خاصة التصدير واللي تسبب في إشكاليات كبيرة بالنسبة للمصدرين وينعكس سلبا بالنسبة للفلاح.
بهذا نأتي إلى نهاية النشرة، وإليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الداخلية يتحفظ على بعض التنقيحات في المجلة الجزائية ويقول إن الوضع في مركز الإيقاف ببوشوشة يستحق المزيد من العناية. أصحاب المخابز في صفاقس يهددون بغلق محلاتهم، وصعوبات عديدة تواجه انطلاق موسم تصدير القوارص بالوطن القديم. شكرا وإلى اللقاء.